حلمنا حلم اتحقق. صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم وحلقه جديده من برنامج هذا الصباح. الحقيقه النهارده احنا بنحتفل في قناه النيل الاخبار بذكرى قناه السويس، انشاء قناه السويس الجديده، وطبعا ذكرى عزيزه على قلوبنا جميعا. النهارده هيكون عندنا طبعا التغطيه هتكون في من خلال البرنامج ومن خلال ايضا اليوم باكمله في قناه النيل الاخبار، وهيكون عندنا طبعا نقل لاذاعه خارجيه من الاسماعيليه من قرب قناه السويس الجديده لنتعرف اكثر على المزيد حول هذا اليوم والاحتفال بذكرى هذا اليوم طبعا. واحنا بنتمنى ان يكون النهارده يوم كله نشاط وحيويه وسعاده وطاقه ايجابيه لكل المصريين ان شاء الله. طبعا ده بخلاف اخبارنا اللي هنقدمها لكم بعد الفاصل. طبعا مشاهدينا، من الانجازات الكبيره اللي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو انشاء قناه السويس الجديده اللي عادت ب يعني عوائد كبيره على الشعب المصري من خلال العمله الصعبه ومن خلال ايضا زياده عدد السفن اللي بتعدي قناه السويس، وده طبعا كله بيصب في مصلحه الوطن. واحنا قلنا النهارده هنحتفل بهذه الذكرى من خلال هذا البرنامج ومن خلال ايضا طول اليوم في قناه النيل للاخبار. هنبدا باخبارنا النهارده ونبدا من مدينه العلمين، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل مملكه البحرين، وتناول الزعيمان العلاقات الاخويه على
مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين سياسيا واقتصاديا وتنمويا، والتي تركز على دعائم الأخوة والثقة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. كما استعرض الزعيمان خلال لقائهما الأخوي عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمدينة العلمين الجديدة. وأكد الزعيمان في لقاء أخوي قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحثا سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار. كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أعلنت هيئة قناة السويس استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من التفريعة الشرقية بعد توقفها جراء حادث غرق قاطرة، ومن المقرر بدء أعمال انتشال القاطرة بعد مرور السفينة الأخير من قافلة الجنوب. وكان الفريق أسامة ربيع أعلن نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكيلومتر 300، وتم ترقيم 51 للقناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى متابعة جهود الإنقاذ من موقع الحادث. وأشار إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة، فيما لا يزال البحث جاري عن أحد أفراد الطاقم. وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال، حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث. وينضم إلينا دكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إسماعيل برحب بحضرتك، وعايزين نعرف من حضرتك طبعا أهمية اللقاءات اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العلمين مع ملك البحرين ومع رئيس الإمارات العربية المتحدة. صباح الخير، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يعني خلينا نقول انه الزيارات المتكررة من الاشقاء العرب واللي بيكون بيها حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون لها مجموعة من الابعاد او التفاصيل. مثلا يعني اما سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات اللي كان في زيارة الى العلمين، وهي يعني كما وصف من قبل رئاسة الجمهورية هو لقاء اخوي، الا انه بيكون لي مجموعة من الابعاد، لها بعد سياسي ودبلوماسي، لها بعد اقتصادي واستثماري، وجزء اخر ليه علاقة بالتنسيق والاطلاع المستمر على كافة الرؤى والافكار الخاصة ب يعني رؤية كل دولة من الدولتين لمواجهة التحديات اللي بتواجه المنطقة. خلينا اقول لحضرتك انه يعني العلاقات المصرية الاماراتية او المصرية البحرينية هي علاقات متميزة جدا، سواء كان في شقها التاريخي او السياسي او الاقتصادي، وبالتالي يعني هي تعد نموذج لشكل وطبيعة العلاقات ما بين الاشقاء العرب، شكل وطبيعة العلاقات ما بين الدول في الاقليم الواحد. هناك حرص دائم من الأشقاء للاطلاع والتشاور الدائم مع يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على الرؤية المصرية. نعم. في عدد من القضايا، عدد من التحديات، الكل يعلم ما تواجهه المنطقة في ظل يعني ما يشهده العالم من تجاذبات وصراعات و يعني حالة تنافس وصراع حقيقي ما بين القوى المهيمنة والأقطاب الصاعدة، وبالتالي
القوى الإقليمية والدول في منطقة الشرق الأوسط يقع عليها عبء وضغوط معينة، سواء كانت لمحاولة جذبها إلى يعني تحالف معين أو إلى جهة معينة، وبالتالي هناك لقائص حقيقية للمنطقة تعد يعني ركيزة للأمن والاستقرار، هي الدولة المصرية، هي الشقيقة الكبرى. وجود يعني هذا التنسيق وهذا التفاهم الدائم ما بين القادة العرب، يمكن خلينا أقول لحضرتك أنه يعني على المستوى القيادة حتى هناك يعني هذا التفاهم وهذا القبول ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ وسمو الشيخ محمد بن زايد وملك مملكة البحرين، حتى قبل أن يكونوا هما القيادات في هذه الدول كانت اللقاءات المستمرة منذ أن كان وليا للعهد ومنذ أن كان السيد الرئيس وزيرا للدفاع، الزيارات المتعددة والمتبادلة، وسواء كانت في لقاءات القمة أو يعني زيارات دولة رسمية أو في لقاءات أخوية. وأنا بعتقد أنه هذه اللقاءات الأخوية بيكون بتسمح ليهم يعني بعيدا عن الرصد والمراقبة والضغوط المعينة أن يتم التشاور في ما يحاك للمنطقة بشكل جدي، يعني إيجاد يعني سبل لمواجهة هذه التحديات. أنا بعتقد أنه أهم ما يتم إقراره ما بين الدول بيتم في لقاءات ودية تابعناها وعلمناها يعني منذ حتى ما قبل لقاء جدة مع الرئيس الأمريكي في العام الماضي. هذه اللقاءات الودية وهذه الزيارات الثنائية بيتم الترتيب لها في ظل وجود هذا الفهم القوي وهذا الوعي لدى القيادة السياسية في المنطقة. السيد الرئيس ابتدع هذه اللقاءات الثنائية والثلاثية وهذه اللقاءات غير الرسمية لمحاولة التحدث بأريحية كبيرة ب يعني نوع كبير من التشاور. أنا شايف أن هذا اللقاء وإن كان هو لقاء أخويا تم في مدينة العلمين فهو يعني بيبني على ما تم في الماضي وبيستعد للمستقبل في ظل علاقات ثنائية متميزة، في ظل علاقات اقتصادية قابلة للزيادة بشكل كبير، محاولة جذب الاستثمارات، محاولة حتى يعني اطلاع الأشقاء العرب على ما تم في مدينة العلمين وكيفية جذب هذه الاستثمارات بشكل أو بآخر. يعني أنا شايف صحيح يا دكتور، أنا كنت حاسس حضرتك في النقطة دي، الحقيقة إن مدينة العلمين الجديدة هي أحد الإنجازات اللي يعني تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي طبعًا النهاردة بتستقبل اتنين من يعني من قادة الدول العربية الشقيقة، وده يمكن ما كانش ممكن يتم لولا وجود هذه المدينة طبعًا اللي أبدوا فيها إعجابهم هم بهذه المدينة وبالتطور اللي حاصل في هذه المدينة. ده حقيقي، يعني خليني أقول لحضرتك إنه قبلها بأيام كان رئيس وزراء اليونان، وهي برضو العلاقات المتميزة مع الدولة اليونانية، هذه المدينة التي أصبحت يعني فخر للدولة المصرية، شاهد على القدرة والتحدي والإنجاز وإنشاء المدن الجيل الرابع، كم استثمارات ضخم، يعني كم تحديات كان أضخم هذه المدينة التي كانت يعني قابعة على مساحة تنتشر فيها الألغام منذ الحرب العالمية الثانية، أكبر حقل ألغام في العالم، وبالتالي يعني هذه المدينة أصبحت شاهدة على الإرادة المصرية، على التحول المصري نحو المستقبل، على الدخول بقوة في يعني عصر الاستثمارات الضخمة. وجود القادة بهذا الشكل وبهذه الأريحية وهذا التحدث وهذا اللقاء وهذه اللقاءات الأخوية يعطي مساحة كبيرة للاطلاع على ما تم وما تم إنجازه في هذه المدينة بشكل كبير وغيرها من المدن. هناك يعني أحاديث أخوية تتم، هناك راحة كبيرة، يعني شفنا سمو الشيخ محمد بن زايد وهو يتجول بشكل كبير وكأنه يقضي بدون حراسة والتحدث بشكل مباشر مع السياح ومع المصريين، وهو في غاية السعادة وفي كامل راحته، وبالتالي هذه المشاعر وهذه الرسائل الإيجابية تبعث بمزيد من الرسائل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، تخرس الألسنة في بعض الأحيان التي تتطاول أو التي قد يكون لديها
عليها فهم خاطئ عن طبيعة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية بين الدولة المصرية وبين الأشقاء العرب، وبالتالي وإن كان اللقاء أخوي فإن النتائج يعني بتكون شديدة الإيجابية على كافة المستويات، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية الاستثمارية حتى. أنا بعتقد أن مثل هذه اللقاءات الأخوية يعني هي أصبحت سنة إيجابية وسنة حميدة ابتدعت مع فهم القادة العرب الجديد لطبيعة التحديات التي تحاك للمنطقة وكيفية مواجهتها، كيفية الإعداد والترتيب الجيد لها وألا تكون رد فعل. خليني أقول لحضرتك أنه الشيخ محمد بن زايد، سمو الشيخ محمد بن زايد، كان في زيارة منذ أيام للأردن، وحضرتك تعلم كم العلاقات الوثيقة ما بين ملك الأردن والدولة المصرية والدولة الإماراتية. ملك البحرين يأتي اليوم إلى العلمين، وبالتالي هناك ما يتم ترتيبه للمنطقة وهناك ما يستعد له القادة العرب لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى العلاقات الأخوية واستكمال التشاور ما بين القادة العرب بشكل كبير. دكتور إسماعيل التركي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. بدأت بالأمس أعمال موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، والتي تستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا يوميا، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب التقدم عن طريق الحاسب الآلي أو التليفون المحمول، وسيكون الموقع متاحا على مدار 24 ساعة طوال أيام المرحلة الأولى. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقييم التربوي. برحب بحضرتك يا دكتور، وعايزين نعرف من حضرتك يعني المزيد حول عملية التسجيل في مواقع التنسيق وكيف يتم ذلك، ويعني ما الذي ينتظر الطلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل التهاني لأبنائنا الطلاب الذين تفوقوا في المرحلة الأولى في الثانوية العامة. إن شاء الله المكتب التنسيق مستمر في ترتيب أو رغبات الطلاب، وبشكل يعني يضمن للطلاب تكافؤ الفرص، ويعتبر من أهم الركائز الأساسية عندنا في النظام التعليمي، بيضمن تكافؤ الفرص للطلاب والعدالة. الطلاب كل طالب بيبقى ليه حق ان هو يختار الكلية وفق درجاته وفق المعايير اللي بتوضع من التوزيع الجغرافي للطلاب. نعم. طب بالنسبة لمؤشرات القبول يا دكتور، يعني هو المؤشرات بتظهر من خلال الاعداد التكرارية للمجاميع في الثانوية العامة. واعتقد يعني ان شاء الله السنة دي يكون اقل عن الاعوام السابقة، ونكون في انخفاض حقيقي لدرجات القبول في الكليات الجامعية، بس ده بيتوقف أيضا برضو على رغبة الطلاب، لأن العملية مش بس المجاميع، لكن ممكن المجموع يزيد أو درجة الحد الأدنى للقبول في الكليات يزيد بناء على إن الطلاب طالبين هذه الكلية كتير. يعني هو حسب يعني الضغط على الكلية أو الكلية اللي عايز يخشها الطالب أو عدد الطلاب عايزين يخشوا الكلية، ده بيؤدي إلى تغير المجموع. نعم، يؤدي الى تغير درجة القبول، حد الأدنى للقبول ممكن يرتفع إذا كان فيه قبول عليها إقبال عليها، يمكن ينخفض إذا ما كانش فيه إقبال عليها الكلية نفسها. لكن يا دكتور أنا كنت هسألك في النقطة دي بالذات، يعني هل يعني متوقع إن يعني يحصل تغير عن الأعوام الماضية في نسب القبول، ولا مش متوقع يكون فيه تغير كبير؟ والله متوقع إن يكون فيه تغير إن شاء الله، يعني بحيث إن يعني إن الملاحظ إن فيه انخفاض في درجات الطلاب في الثانوية العامة، وده بيتبعه على طول انخفاض في الحد الأدنى للقبول في درجات الكليات الجامعية يعني إن شاء الله. نعم. طيب بالنسبة لفتح وزارة التربية والتعليم أو فتح مكتب التنسيق لطرق للانضمام للجامعات والتقديم للجامعات من خلال التليفون المحمول أو من خلال الحاسبات الآلية، يعني التسهيل على الطلبة، هل ده شيء ضروري وشيء جديد طبعا، وإزاي ده ممكن يأثر أيضا في أن الطالب يقدر يركز ويفكر في هو هيخش إيه ويختار إيه؟ طبعا
طبعا يعني ده 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 استخدام جيد للتكنولوجيا الحديثه في انها تريح الناس، بدل ما كانوا بييجوا في القاهره وييجوا في مركز واحد، اصبح دلوقتي هو قاعد في بيته يقدر يدخل الرغبات. بس انا بنصح الطلاب لانهم يدققوا في عمليه الاختيار بشكل جيد، يعني يشاور كل او يتوقع ان كل رغبه بيكتبها هي احتمال هي اللي تجيله، فيكتبها في مكانها الصحيح، وبالتالي ما يتسرعش عشان يخلص وخلاص، لا يشاور وينسق، وان شاء الله تكون محققه لاماله وطموحاته، ومحققه ايضا لطموحات الاسره ليه ان شاء الله. يعني حضرتك في الاختيار بالنسبه لاي طالب عايز يختار يعني كليه يدخلها، هل في معايير معينه للطالب يفكر فيها عشان يدخل هذه الكليه؟ بالتاكيد بيجي في المقام الاول رغبه الطالب واستعداداته وقدراته وميوله واتجاهاته، وايضا برضه ما يهملش رغبه الاسره، الاسره برضه عايزه تفرح بابنها، الاسره برضه لها رؤيه، الاب برضه له رؤيه ان هو ابنه عايز يكون مستقبله افضل مستقبل على يعني في الدنيا، فبالتالي يعني يبقى في موائمه ما بين هذا، والطالب برضه فعلا يستشير اساتذته، يستشير اقاربه، يستشير من ذوي الخبره في انه يسال او يدخل دلوقتي. واعتقد ان التكنولوجيا الحديثه اتاحت ان الطالب ممكن يسال مثلا ايه الفرق بين كليه التكنولوجيا مش عارف ايه وكليه ايه، فيبان له الفروق ويبان له المواد الدراسيه التي يدرسها، وكانت السنه اللي فاتت اعداد القبول فيها كام، كل هذه البيانات اصبحت متاحه للطالب، فلا بد ان ياخذها في الاعتبار وهو بيكتب رغبته عشان تبقى الرغبه صادقه وصحيحه، وتوفر عليه بقى ان احنا نبدا نغير الرغبات وندفع فلوس وناخد وقت لما نروح نغير الرغبه ولازم الملف يوصل للكليه. كل الاعمال دي يقدر الطالب يوفرها لنفسه ان هو يدقق في عمليه الاختيار، يوسع في عمليه المشاورات في الكليات، يعني اخر رغبه يتوقع ان هي اللي هتجيله. نعم. بالتالي لابد ان يكتبها في مكانها الصحيح. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فتح الله استاذ القياس والتقييم التربوي على هذه المداخله. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث يبدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023 إلى السبت 8 يونيو 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية، والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 من يناير 2024. كما أعلنت الوزارة السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة. وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين للالتحاق بالمعهدين الفنيين الصحيين الشرطيين بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2023-2024 من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة علم علوم والأزهرية علمي ذكور وإناث للعام الدراسي الحالي أو الأعوام السابقة، وبحد أدنى 60% ولا يقل مجموع النسبة المئوية للغة الإنجليزية عن 65% وفقا لشروط محددة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعهدين الفنيين الصحيين الشرطيين بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2023-2024 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم والأزهرية علمي ذكور وإناث للعام الدراسي الحالي أو الأعوام السابقة بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65% وفقا لضوابط وشروط محددة موضحها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من السابع من الشهر الجاري حتى السابع من الشهر القادم من مستشفيات الشرطة بمدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، أسيوط. وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي يتم الإعلان عن قبولها بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، والتي تكون مدة الدراسة بها عامان دراسيان تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر لكل عام بنظام الإقامة، وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي،
وتهدف فترة الإعداد الأساسي إلى الارتقاء بالقدرات البدنية والرياضية للطلبة وفقا لبرامج تدريبية متطورة. مناهج الدراسة بالمعاهد هي ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، وتتم في قاعات دراسية متطورة ومجهزة بهدف إعداد كوادر صحية فنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفيات الشرطة. تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة. يمنح الخريج دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويحصل على درجة معاون أمن ثالث، كما يحصل على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة. خريج المعاهد الفنية الصحية الشرطية يمثلون إضافة حقيقية للمنظومة الصحية الشرطية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر مستشفيات الشرطة، حيث يحصل الخريجون على فرصة للعمل بهذه المستشفيات مسلحين بعلوم تدريبية وتعليمية متطورة تم إكسابها لهم داخل هذه المعاهد. مشاهدينا لسه معانا المزيد من الأخبار في برنامج هذا الصباح، هنستكملها إن شاء الله بعد الفاصل مع زميلتي مجد الأرضي. الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. إنني أتوجه إلى العالم كله، هذا هو شعبنا، هذه هي إرادة مصر، وباسم مصر أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شريانا للرفاه، شريانا للسلام، شريانا للمحبة. نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة. السويس هي رحلة كفاح طويلة بين الماضي والمستقبل.
صباح الخير على كل مشاهدينا، صباح مليء بالخير والامل والعمل ان شاء الله. وبنستكمل قراءتنا لاهم الاخبار المختلفه والمنوعه اللي معنا النهارده، حيث تلقى الدكتور عبد الغفار خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان تقريرا حول نسب الزياده في معدلات استفاده المواطنين بخدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحه العامه بعد اطلاق حمله 100 يوم صحه في 25 من يونيو لعام 2023. وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية الحملة. بتوجيهات من القيادة السياسية بهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، شدد وزير الصحة والسكان على ضرورة تكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة 100 يوم صحة. دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تلقى تقريرا حول نسب الزيادة في معدلات استفادة المواطنين بخدمات المبادرة، وذلك بعد إطلاق حملة 100 يوم صحة في 25 من يونيو من عام 2023. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان كشف أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية الحملة، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين تصدرت النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890%، حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة ل 3044 زيارة. عبد الغفار أضاف أن مبادرة الرئيس لكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حققت زيادة نسبتها 259%، لترتفع معدلات الاستفادة إلى 37,232 زيارة بدلا من 14,363 زيارة. وأضاف المتحدث أن معدل الزيادة في تقديم خدمات المبادرة لفحص الأورام السرطانية بروستاتا والقولون ورئة وعنق الرحم بلغ 64%، حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملأها المواطنون من 8,296 استمارة يوميا ل 13,602 استمارة. المتحدث أشار إلى أن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج ارتفع من 3924 خدمة يوميا ل 4779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في مصر والأخرى التي تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اختتام وزير التجارة زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة، التي انتهت بعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري، وذلك في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية. تفقد وزير النقل كامل الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية. وتابع وزير النقل تقدم معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع، واللي بتشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي مرورا بكوبري الوراق، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كيلو شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي، ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه. شهد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعمر حنفي محافظ البحر الأحمر ووزراء البيئة في كل من الأردن والصومال وجيبوتي والسودان واليمن شهدوا مراسم إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة قبالة سواحل مدينة الغردقة لحماية الشعب المرجانية الطبيعية وتنمية سياحة الغوص، وده بيخلق بالطبع تجربة لا تنسى بتجمع ما بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري اللي بتتميز به مدينة الغردقة. في تجربة جديدة تجمع بين عبق التاريخ وجمال العالم البحري، أطلقت وزيرة البيئة ثلاثة مواقع غوص جديدة قبالة سواحل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في احتفالية كبرى. المواقع الجديدة تستهدف حماية الشعاب المرجانية الطبيعية وتنمية سياحة الغوص بالبحر الأحمر. محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نوزع الانشطة البحرية ونخلق مواقع غوص جديدة، فمن ضمن الحاجات هو شراء وزارة البيئة
لمعدات حربية للمتحف الحربي القديم، معدات اللي نزلت النهاردة من حرب أكتوبر 73، تم تنظيفها وتم إزالة كل الشحوم والزيوت اللي فيها عشان نعمل عملية إغراق للمعدات الحربية. مصر مش أول دولة تعمل ده، عملته الأردن قبل كده في 2019، اتعمل في جيبوتي، اتعمل في كاليفورنيا. وكانت الفكرة كلها إنك بتخلقي مواقع غوص جديدة بعد عدد من السنوات بتتكون عليها الشعاب المرجانية. وبحسب محافظ البحر الأحمر، فإن استحداث مناطق غوص صناعية جديدة تعظم من الاستفادة بتنمية مواردنا الطبيعية وتشجع محبي رياضة الغوص دون الإضرار بالبيئة. وبالتالي يمكن احنا عندنا عدد كبير جدا من الأجانب اللي بيجوا مخصوص علشان ممارسة رياضة الغطس بصفة عامة. أعتقد أن خلق مثل هذه المواقع هيزيد ويضاعف من الاعداد بتاعت السائحين اللي هم بيحبوا رياضة الغوص. في حالة من الرضا تماما على مستوى السياحة، الحمد لله مستوى المدن عندنا كمان من الرقي والنظافة، والمواطن نفسه في مدينة البحر الأحمر عنده يعني القدرة على استقبال السائح بشكل جيد. تنمية سياحة الغوص وجذب العديد من الاستثمارات في السياحة البيئية وتخفيف الضغط على مواقع الغوص الحالية أبرز ما أكد عليه العاملون في مجال سياحة الغوص. بدأنا في موضوع الرصد لأعداد الغوص في البحر الأحمر من فترة كبيرة، اكتشفنا أن في أحمال عالية جدا على مواقع الغوص الطبيعية، وكانت دي فكرة من الأفكار أن احنا نبدأ نوجد مناطق غوص بديلة. هي كده كده هتربي شعاب مرجانية وهتسحب شوية من الأعداد الزايدة دي، ودي طريقة من الطرق اللي احنا بنشتغل بيها للحفاظ على بيئة البحر الأحمر والبيئة الطبيعية. يعني نمرة واحد ان احنا هنقلل الضغوط القائمة من رياضة الغوص والسنوركلينج على الحيود المرجانية الطبيعية. نمرة اتنين ان احنا هندخل احد انواع الغوص وهو الغوص على الآثار الغارقة كعامل جاذب للغوص. نمرة ثلاثة وده مهم جدا ان دي في خلال سنين بسيطة بتبقى جزء من الحيود المرجانية، يبقى انا خلقت حيد مرجاني طبيعي كامل. تدشين مواقع غوص جديدة تأتي انطلاقا من حرص الدولة وبخاصة وزارة البيئة للحفاظ على مواردنا الطبيعية وحماية الشعاب المرجانية تنفيذا للمبادرات العالمية للتنوع البيولوجي. بيبدأ اعتبارا من اليوم عمل موظفي الوزارات والمصالح والجهات الحكومية على مدار الشهر من المنزل، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء باعتبارا من 6 أغسطس الجاري. هيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل بنظام العمل أونلاين. وبيستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس. هيكون هذا التنفيذ طبقا لما يرى كل وزير أو مسؤول معني ليكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأونلاين طوال يوم عمل كامل. للمزيد من الحديث حول قرار الحكومي بتخصيص يوم الأحد للعمل أونلاين من العديد من الجهات الحكومية، بينضم إلينا دكتور أيمن الدهشان استشاري تطوير الأعمال. أهلا بك دكتور أيمن، صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك، وصباح الخير على السادة المشاهدين. اهلا بيك دكتور ايمن. هذا القرار الحكومي بالعمل عن بعد او اونلاين ازاي بتراه، وبترى نسبه انتاجيته ومساهمه في العمليه الانتاجيه، هل هو بنفس الكفاءه؟ هل يمكن ان يستمر لفتره طويله؟ كيف تراه وتقيمه بشكل عام؟ خلينا في الاول نفرق بين بعض الاعمال. هناك اعمال يمكن العمل فيها عن بعد وبعض الاعمال لا يمكن العمل فيها عن بعد. يعني خلينا نقول ان في مجالات اللي هي المجالات الخدمية، المجالات اللي ممكن الانسان يتواصل فيها عن بعد، دي امور عديدة. ولكن في امور لا يمكن العمل فيها عن بعد، يعني مثلا مثل ملف الصحة، ملف النقل، ملف الزراعة،
يعني في بعض حتى الخدمات لا يمكن تقديمها عن بعد. طبعا ده هيقلل لي من التكاليف الموجوده، هيساعد في تقليل حتى التكدس المروري، تقليل التكلفه ممكن تقل عندي بشكل كبير جدا، لان زي ما حضرتك شايفه ان احنا يجب ان يكون لدينا حلول لمثل هذه الازمات. واحنا بنتكلم ان رئيس الوزراء ادى مساحه لكل وزير ولكل رئيس مصلحه ان هو يبدا يشوف هل ده افضل لي، هل الافضل لي التواجد ولا لا. يعني الموضوع مش انما في مرونه موجوده في الهدف من الكلام ده، ان انا اوفر التكلفه اللي موجوده عندنا، والهدف ايضا زود الانتاج. يعني لو انا انتاجي مش هيزيد كمكان، لا. وبعدين انا مش لازم العمل عن بعد يا جماعه، مش لازم كل اللي شغالين في المنشاه ما يجوش. يعني انا بتكلم مثلا اداره زي الشؤون القانونيه، اداره مثلا زي الحسابات، اداره زي اداره التسويق، اداره زي العلاقات العامه. بعض الادارات انت ممكن حتى تنقليها فعلا، يعني ممكن ده يحقق ليكي مكاسب. وبعدين احنا بنتكلم، تعالوا نشوف تجارب الدول. انا عايز ابلغ حضرتك ان الامارات بقى لها فتره بتشتغل 4 ايام. طيب ده زاد عندها الانتاج ولا اثر عليها بالسلب؟ لا، زاد عندها الانتاج بشكل كبير جدا. يمكن في دول كثيره كمان في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه اعتمدت نظام العمل عن بعد بعد تجربتها في كورونا في هذا العام بهذا الشكل. بالظبط، ولكن يجب تدريب العاملين على هذا الجوانب عشان حتى لا يكون هناك كسل في العمل عن بعد، حتى يكون هناك روح التنافسيه موجوده للعمل عن بعد. ولازم ان انا اوفر البيئه. ما ممكن حضرتك انا هشتغل عن بعد، طب انا عندي انترنت في البيت، طب انا عندي البرامج موجوده جاهزه، طب هل احنا اتدربنا عليها؟ يعني رئيس الوزراء لما اصدر الكلام ده من تقريبا من 9 ايام او من 10 ايام، هل تم التدريب على ذلك ولا لا؟ ولا العمل عن بعد هيبقى اداه للكسل واداه لعدم العمل في ظل ان احنا محتاجين ان كل واحد يبدا ان هو يشتغل؟ بس انا عايز اقول ان المستقبل اساسا كله هو working from home، يعني انت بتشتغلي من البيت. الناس النهارده في كل الدول النهارده بره مصر وفي كل انحاء العالم، واحنا يمكن شفنا الكلام ده في جائحه كورونا. يعني خلينا نقول ان كورونا كانت هي البدايه، وفي ناس بدات تكتسب مزيد من المزايا في هذا الموضوع. اذا انت الهدف من الموضوع ان انا اقلل تكاليفي، احافظ على الموظفين، ممكن حتى ذوي الاحتياجات الخاصه، ويمكن بتكلم على هذه النقطه بشكل كبير جدا، ممكن يبقى الافضل ليه ان هو يشتغل من البيت. على فكره ممكن اشتغل عن بعد باكبر عدد من الساعات، يعني ممكن مش الساعات تقل. يعني انا مثلا بشتغل في الـ في الـ في الوقت بتاعي الطبيعي من 9 مثلا لحد الساعه 3 او لحد الساعه 4، لا انا ممكن اشتغل في البيت ساعات اكتر، ويبقى في اهداف موجوده اكتر. اذا خلينا ننظر وخلينا نتابع دايما حاجه اسمها النتائج. احنا طلعنا بايه بقى بعد اسبوع؟ هل ده خف فعلا الاعباء وبالتالي الكهرباء برضو تاثرت بهذا الموضوع؟ لا، خلينا نقول ان بعض او يعني المجتمع بالكامل والشعب المصري يعاني من هذه النقطه تحديدا، بالذات في بعض الاحمال الزياده. خلينا نقول هل ده ممكن يبقى ليه اطار في ترشيد الطاقه وترشيدها والاستفاده منها؟ احنا دايما بنقول تراي اند ايرور، يعني نجرب ونشوف هل ده العائد بتاعه اكتر ولا الخسائر بتاعته اكتر، المزايا بتاعته اكتر ولا العيوب بتاعته اكتر. طيب دكتور ايمن، ازاي ممكن نستفيد من نظام العمل عن بعد ريموتلي يعني في مصر بشكل حقيقي في المرحلة المقبلة؟ ايه التدريب اللي ممكن نعمل عليه؟ هل هي بس بنية تكنولوجية جيدة وتدريب تكنولوجي، ام هناك مهارات اخرى ممكن تساهم في هذا الامر؟ لا، خلينا نقول ان في مزايا كتيرة جدا ممكن. يعني اول حاجة انا بقلل تكاليفي، بوفر الوقت، بعمل بيئة جديدة للعمل، بني اسلوب فيه نوع من انواع المرونه للموظف. يعني النهارده الموظف لما يبقى عنده 5 ايام، يوم منهم يوم عن بعد،
ده بداية لتقليل عدد أيام العمل. يعني أنا شايف أن النهاردة هذا الاتجاه هو اتجاه لتخفيف أيام العمل. بس احنا عايزين نقول هل ده هيأثر على الانتاجية؟ طبعا في ظل الظروف المناخية والتغيرات المناخية اللي احنا بنشوفها، يمكن النهاردة جو الحرارة 43 أو 42 ونص، النهاردة درجة حرارة شديدة يعني في بعض الأوقات، فده ممكن يبقى الأفضل. النهاردة أنا حافظت على العامل بتاعي، حافظت على المورد البشري بتاعي، قللت من المواصلات، قللت من البنزين، قللت لأن حضرتك أنت حضرتك بتتكلمي هو كام واحد بيشتغل؟ معلش لما نيجي نقول مصر فيها كام واحد بيشتغل؟ فبتتكلم في أكتر من 25 مليون واحد بيشتغل، يعني ربع ال 100 مليون النهاردة بيشتغلوا، في منهم جزء كبير في القطاع الحكومي وطبعا الجزء الأكبر في القطاع الخاص. فإذا مثل هذه الأمور، هل القطاع الخاص يعني اللي فتح محل واللي فتح بعض الخدمات هيقدر يتعامل بهذه الثقافة؟ أعتقد لا، مش كل الناس. طب هل في طبعا ده محتاج حصر ووجهة نظر مختلفة في التعامل في البداية مع قطاع الأعمال بشكل عام للنظر لطبيعة وآلية عمله. أنا بشكر حضرتك دكتور أيمن الدهشان استشاري تطوير وإدارة الأعمال على المداخلة وعلى وجهة نظرك اللي قدمتها معانا. نرجع نكمل قراءة الأخبار معاكم. مشاركة أكثر من 50 شركة ومصنع من القطاع الخاص، انطلق ملتقى توظيف الشباب بالصلاة المغطاة بمحافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق بمحافظة الشرقية ومبادرة حياة كريمة. بيستهدف الملتقى توفير ما يقرب من 8000 فرصة عمل لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة. ها هنا بالصالة المغطاة بمحافظة الشرقية وفي مكان واحد يجمع أصحاب الأعمال والمصانع والشباب الباحث عن فرص عمل لائقة ما يقرب من 7000 فرصة متنوعة يقدمها القطاع الخاص بالتعاون مع محافظة الشرقية ومؤسسات حياة كريمة عبر ملتقيات التوظيف هذه. المحافظة مهتمية أنها توفر عدد كبير جدا من الوظائف لأهلها، وخصوصا أن فيها مدينتين صناعيتين اللي هي مدينة العاشر من رمضان ومدينة الصلاحية، وكمان فيها منطقتين صناعيتين، منطقة بلبيس والزوامل، فده بيدي ليها فرصة وقوة تنافسية أنها توفر عدد كبير جدا من الوظائف داخل المناطق الصناعية. مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة تقوم بالتنظيم والمتابعة المستمرة عبر منسقيها ومتطوعيها من أجل توفير فرص عمل للشباب ذات العائد المناسب، إلى جانب التمتع بمزايا التأمين الصحي والاجتماعي. النهاردة لما يلاقي الشاب أكثر من 50 شركة موجودة في مكان واحد، فأعتقد دي فرصة كويسة جدا إن هو يقدر يلاقي الحاجة اللي تناسب طموحه أو تناسب المؤهل بتاعه. عملنا محاضرات وندوات للشباب على أساس إن هو يتعلم إزاي يعمل سي في، إزاي يختار الحاجة اللي هو يقدر يشتغل فيها، إزاي يعرض نفسه على الشركة، وإزاي يختار حاجة اللي هي بتمشي مع تعليمه وميوله وهواياته، بحيث إن هو يقدر يحقق نجاح في المكان أو في المجال اللي هو هيشتغل فيه. الشباب الباحث عن فرص العمل أثنوا على مثل هذه الملتقيات التي تقوم بها وزارة القوى العاملة وأجهزة الدولة المختلفة، والتي تستهدف توفير حياة معيشية مستقرة لهؤلاء الشباب. في هنا شركات كتيرة موجودة، وقدمت في كذا شركة وكلهم كويسين. قدمت في كذا وظيفة وكذا، وكل المؤهلات متوفرة وكل حاجة هنا تمام ومتاح للجميع. تعملوا ربط بين صاحب العمل. احنا على فكرة بنتعب جدا عشان نحصل على التوظيف، لقيت الموضوع هنا سلس جدا جدا. انطلاقا من مسؤوليات الدولة تجاه شبابها وبالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، الدولة تحرص على توفير فرص العمل للشباب ورفع مستوى المعيشة من خلال مثل هذه الملتقيات للتوظيف، والتي تجمع بشكل مباشر بين الشباب وأصحاب المصانع، لا سيما في ظل محافظة تتمتع بوجود مدينتين صناعيتين هما العاشر من رمضان والصالحية الجديدة. من محافظة الشرقية، محمد عبد الصبور، النيل. شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات مراسم تكريم منتخبات الجودو والكونغفو ورفع الأثقال والتايكوندو بالمركز الأولمبي في المعادي، وذلك في ضوء الإنجازات العالمية اللي حققها الرياضيون المصريون مؤخرا. مزيد من التفاصيل هتجدوها في سياق التقرير التالي. كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور رؤساء الاتحادات المصرية، كرم لاعبو المنتخبات القومية أبطال رفع الأثقال والجودو والكونغفو والتايكوندو لإحرازهم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات العربية والإفريقية، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي. بعثات مصر موجودة في كل مكان في العالم، وراها طبعا وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة احنا ورا تخطيط لمنتخباتنا
طالعين من تحت لفوق في الأعمار السنية. في لجنة علمية محترمة، دور القطاع الرياضة، دورنا الحقيقة، دور رؤساء الاتحادات. رؤساء الاتحادات ليهم دور كبير جدا في التعامل والتعاون بشكل كبير، زي ما شفنا النهاردة تكرمنا لمنتخب مصر للجودو اللي احنا في جاب ما بين جيل خلص وجيل بيبدأ بيه، فاحنا بنبدأ تاني في الجودو في درجة من الاهتمام كبيرة جدا. احنا اولادنا راحوا جابوا للشباب وللناشئين بطولة افريقيا كلها، لكن عينينا ان شاء الله 2028 بهذه الاجيال. نتائج كبيرة ومتميزة حققها أبطال مصر في لعبات رفع الأثقال والتايكوندو والكونغ فو والجودو، مما يبشر بالأمل الكبير لتحقيق نتائج كبيرة في أولمبياد باريس 2024. الحمد لله خدنا أول فردي وأول فرق في الجونيور والكادت، ده طبعا كانت بداية كويسة، لأن هو طبعا بيبنوا فريق جديد، فالفريق الجديد بيبنوه من أول الناشئين والناشئات والشباب عشان نعمل مقاعده بعد كده للمنتخب مصر للجودو، عشان يبقى عندنا فريق بعد كده. لان قبل كده لان كان بالنسبه للبنات كانت يعني ما كانش فيه لسه قاعده للبنات. فرقه الجونيور اول يوم ان شاء الله الحمد لله جبنا 3 ذهب و3 فضه و2 برونز، دي بالنسبه للجونيور. الكادت جبنا 4 ذهب و2 فضه و3 برونز. خدت ترتيب عام اول فرق واول فرد اول يوم، وتاني يوم في الكادت برضو نفس النتيجة ان شاء الله الحمد لله خدنا ترتيب عام اول الحمد لله. رسائل عدة وجهها وزير الشباب والرياضة خلال تكريم ابطال مصر لتحفزهم بان القادم افضل بكثير، نظرا للرعاية الخاصة التي توليها القيادة السياسية لابطال مصر خلال مشوار بطولاتهم. من المركز الاولمبي بالمعادي، عبد الحميد صقر، النيل. ونروح نتعرف على حالة الطقس النهاردة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم شديد الحرارة رطب على القاهرة كبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فخفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص، أما حالة البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونص. دلوقتي هنشوف العالم في صورة بتلخص حاله من خلال التقرير التالي. We'll be right back.